السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي متابعين قناة فيوتشر كوين وقناة بيتسي وورلد عالم البيتكوين؟ بهذا الفيديو أصدقائي راح أتكلم عن حرق عملة لونا، طبعا فيديو راح يكون مهم جدا جدا. أما بنبلش الفيديو أصدقائي بتمنى تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، تضغطوا على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. لا تنسى تنضم لقناتنا على تليجرام، راح أترك لك الرابط أسفل الفيديو. خليكم معنا لبعد الأندرو. طبعا اصدقائي عندي عملية حرق راح تصير على عملة تيرا لونا، وما بنكر ان عملة تيرا لونا او عملة تيرا لونا كلاسيك كان من افضل العملات في ظل هبوط البيتكوين. يعني كان قبل ما يهبط البيتكوين سعر عملة تيرا لونا كلاسيك بسعر 4.5 الى 4.8. طبعا ارتفعت العملة حاليا الى سعر 3.11 او 3.12 تقريبا. طبعا العملة ضربت 3.16، ارتفاع كان مذهل بالامس شهدناه على عملة تيرا لونا كلاسيك. في ظل هبوط وانهيار سوق العملات المشفرة، عملة تيرا لونا كلاسيك حققت ارتفاع كبير جدا. كذلك الامر لعملة تيرا لونا، صار عملة تيرا لونا دولارين و11 سنت، طبعا وصلت الى الدولارين و60 سنت. طبعا العملة كانت بسعر الدولار 90 الى دولار 80 في قبل هبوط البيتكوين. طبعا ما في عندي اي زيادة في التوتال سبلاي للعملتين، وما في عندي اي عملية حرق على عملة لونا كلاسيك. لكن اصدقائي في عندي عمليات حرق راح تصير في يوم 4/7 حسب موقع كوين ان. طبعا مكتوب اصدقائي لونا كلاسيك تاكس بورن بلين بورنينج ستارت 4/7/2022، يعني يبدا الحرق عمله لونا طبعا يوم 4/7. عمليه الحرق راح تكون اصدقائي 1.2% من كل عمليه تداول راح تنتر للحرق، او اللي بيحب يحرق من عمله لونا ياخذ رابط على المحفظه وبيرسل علي من العملات حتى يتم الحرق. طبعا راح يبدا الحرق يوم 4/7، وهاي عدادات الحرق، عندك عدادات الفوليوم وعندك الحرق اليومي وعندك فوليوم الحرق اليومي. طبعا اصدقائي وهون راح يكون سجلات الحرق، وهي فرصه مناسبه حتى تراقب عمليات حرق عمله تيرا لونا. طبعا اصدقائي الى حد الان ما في عمليات حرق مقنعه، كل عمليات الحرق اللي صارت بقيمه 1 مليار قطعه، طبعا هالشيء ما اثر على العمله او ما سبب ارتفاع للعمله. نتمنى الحرق يصل الى مئات المليارات او حتى التريليونات. نتمنى وصول قطع عملة تيرا لونا كلاسيك الى 10 مليار قطعة حتى توصل سعر عملة تيرا لونا الى سعر $1. طبعا هذا الشيء بيحتاج سنين اصدقائي، ما بقولكم اشتروا من لونا الان وخلال شهر او شهرين او حتى عام تشوفوا عملة تيرا لونا $1. ممكن القصة تستغرق 3 و4 أعوام ليتم الحرق بكميات كبيرة، طبعا في تداولات يومية وراح يتم الحرق بشكل يومي، لكن حتى يتم الحرق مبالغ تريليونات القطع نحتاج تداولات بمليارات الدولارات على عملة لونا كلاسيك. أصدقائي أنا أفضل بالتخزين عملة تيرا لونا على منصة كوكوين، أنا بستخدم منصة باينانس للتداول وبيت جيت وكوكوين، لكن للتخزين أصدقائي أنا بستخدم منصة كوكوين. منصة محمية بكلمة مرور للتداول حتى لا سمح الله إذا تعرضت لاختراق في حسابك ما حدا بيقدر يبيع القطع اللي معك أو ما حدا بيقدر يعمل سحب للقطع إلا بإدخال رمز التداول. طبعا هذا الرمز أصدقائي ما بيتحفظ في الجهاز، يعني ما بيتعرض للاختراق هذا الرمز، يعني أنت الوحيد القادر على الشراء والبيع والإرسال والسحب من منصة كوكوين. لذا أصدقائي أنا عمليات التخزين كلها بخزنها على منصة كوكوين، راح أترك لكم الرابط أسفل الفيديو. أما أصدقائي لتحليل البيتكوين، حاليا نحن بالبيتكوين في مناطق حرجة جدا، سعر البيتكوين $19,000. أصدقائي بحسب خطوط الدعم والمقاومة والترندات الهابطة، نحن حاليا عند الترند الهابط اللي ارتد منه تقريبا 3 مرات من قبل. طبعا في المرة الأولى صار الارتداد ولامس البيتكوين منطقة $45,000. المرة الثانية أصدقائي لمسوا في منطقة $35,000، والارتداد صار عندي بمنطقة $50,000 تقريبا. طبعا المرة الأخيرة قبل المرة اللي نحن فيها صار لمس للترند وبعد ارتداد لمنطقة $30,000. حاليا أصدقائي ممكن اللمس وبعد ارتداد لمنطقة $25,000 في حال عدم الكسر. في حال الكسر المتوقع ينزل للفيبوناتشي، عند الفيبوناتشي ينزل لمنطقة $16,000 إلى $15,900. لكن في حال كسر ترند الصاعد أصدقائي أو ترند الهابط طبعا متوقع يلمس منطقة $28,000. طبعا إذا كسر الترند الهابط متوقع يوصل ل $16,000، لكن احتمالية الارتداد راح تكون أكبر، وأنا بتوقع ارتداد في الساعات القادمة أو الأيام القليلة القادمة. طبعا أصدقائي مايكل سيلر مؤسس
شركة مايكرو استراتيجي عم يشتري من عملة البيتكوين. طبعا خلال 48 ساعة الأخيرة اشترى 480 قطعة من عملة البيتكوين بقيمة 10 مليون دولار. عدد إجمالي القطع اللي صارت مع مايكل سيلر هي 130 ألف قطعة من عملة البيتكوين. إجمالي القيمة السوقية لعدد القطع الذي يملكها مايكل سيلر هي ما يقارب 4 مليار دولار. طبعا مايكل سيلر عم بيشتغل على شراء الانخفاضات عند كل قاع او عند كل دعم. مايكل سيلر عم بيشتري من عملة البيتكوين. متوسط سعر الدخول الخاص بمايكل سيلر اللي هو 30600، يعني في المناطق القريبة من الترند او في المناطق الموجودة امامكم. اذا نحط خط على مناطق شراء الخاصة في مايكل سيلر بنلاقي هاي المنطقة اللي هي متوسط شراء مايكل سيلر، يعني في حال وصول البيتكوين الى هذا المقاومة فهاي هي مكان الشترى منه مايكل سيلر. انا متوقع سيصير عملية ارتفاع الى هاي المنطقة. اصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة، فعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.